احسن الله اليكم، وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول: إذا أردت الزكاة وأنا لا أعلم أي المال حال عليه الحول، هل أزكي عن جميع مالي أم أفرقه؟ وما هي الطريقة؟ وإذا كنت مسلف شخص هل أزكي عن المبلغ الذي سلفته هذا الشخص؟ نعم، تزكي المال الذي بيدك وتزكي الديون التي لك في ذمم الناس لأنها ملكك. وإذا شق عليك أن أن تراعي حول كل مبلغ على حدة فإنك تزكي الجميع ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى دور السنة القادمة تجعل لك موعدا من السنة تخرج فيه زكاتك وهذا هو الحل المجزي والمبري للذمة إن شاء الله